مساء الخير. أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعودنا عليها، تماماً مثل أغلاطه على السوشيال ميديا يلي دايماً بيرتكبها. وأجدد خطأ فاضح لإله كان على تويتر لما كتب كلمة hereby بهالشكل عدة مرات. فالرئيس جرب يرجع يظبط الكلمة ولكن رجع كتبها غلط. أما الجدير بالذكر فهو التغريدة يلي نشرها على صفحته بنفس الوقت ويلي حكى فيها عن إصلاح نظام التعليم، والانتقادات على تويتر ما رحمت الرئيس. ومش بس الرئيس ترامب ما عم بيقدر يرتاح من الانتقادات على السوشيال ميديا، وإنما كمان زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب يلي بعد زيارتها للأطفال وقراءة قصة باللغة الأمريكية شغلت رواد السوشيال ميديا يلي علقوا على لهجتها وقالوا إنه بدل ما تعلم الأطفال القراءة لازم هي تاخد دروس لنفسها. Congratulations. Today is your day. You're off to great places. You're off and away. You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any directions you choose. على مواقع التواصل الاجتماعي يومياً بتتداول آلاف الصور وبتشغل رواد السوشيال ميديا. أما اليوم فالصورة يلي برمت العالم بعد ما أولاً شغلت شعب زامبيا هي لظهور غريب جداً على شكل شخص أو شبح بين الغيوم طوله 100 متر وبقي لحوالي 30 دقيقة بهالشكل. هالشي رعب سكان المنطقة يلي هربوا على بيوتهم خوفا منه. أما على السوشيال ميديا فتم تشبيه المنظر بصورة مستعانة من الفيلم الشهير لهاري بوتر. ولهون بنكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة بنشرة جديدة.